بمثل، كنت بتدرب تمثيل؟ كنت بتدرب تمثيل، كنت عارفه فتره تشينج اوف كارير و فليه لا؟ مش ليه لا، كنت بعمل ورشه التمثيل لانه كنت كنا بنعمل مديتيشن وكنا والفتره ديت كنت محتاج ان انا افك شويه عن عارف افك. السايكو دراما بتفرق جدا جدا, جداً هي جداً يعني زي السايكو ثيرابي بالظبط بالظبط. ففي الوقت دوت الدكتور عبد الهادي حط صوري على البورتفوليو اللي عنده، فاختارني دكتور شريف صبري من البورتفوليو دوت علشان اعمل اعلان، كنت بعمل اعلان لحديد عز ملهاش اي علاقه خالص بالموضوع. في وسط التصوير لقيته جاي بنفسه جاي بيقول لي انت اسمك ايه؟ قلت له انا محمد. قال لي محمد انا عايزك تعمل فوتو سيشن بعد ما نخلص التصوير اللي احنا بنعمله ده. ما كنتش اعرف ليه الفوتو سيشن، قلت يمكن في اعلان تاني وات ايفر حاجه كده ريليتد للاعلانات. بعد كده عرفت بعد ما عملنا الفوتو سيشن تقريبا ب 24 ساعه لقيت في حد بيكلمني بيقول لي انت عندك ميتنج في المكتب بتاع دكتور شريف علشان في فيلم بتعمله كذا 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 كذا. ده كان 47 وكاستنج بقى بالظبط. طب غير استاذ شريف صبري او دكتور شريف صبري، ثلاث شخصيتين كمان اثروا في تكوين شخصيتك الفنيه او لهم فضل عليك فنيا. طبعا الاستاذ صفوت غطاس منتج كبير طبعا، الاستاذ صفوت غطاس ومدام سميره احمد طبعا، لان ده كان تاني عمل في حياتي الفنيه على طول بعد فيلم سبع ورقات كوتشينا. كان ايه؟ كان احلام في البوابه. مسلسل احلام في البوابه. أوكي. وده كان او يعني عارف بس كان بالنسبه لي كان ده اللي عرف الناس بيك قوي بقى ساعتها بالظبط. ده انا عايز اقول لك على حاجه، المسلسل ده بالنسبه لي كان عباره عن ان انا نطيت من هليكوبتر في المحيط زي ان انا طبعا. لسه معرفش دراما بقى ورمضان حاجه عن اي حاجه ومعايا